القاهرة كانت وجهة سريعة للوفد الإسرائيلي المفاوض بمشاركة رئيسي الموساد والشباك ومنسق العمليات الذين ما لبثوا فيها ساعات فقط حتى عادوا أدراجهم بسبب خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا لصحيفة يدعو تحرنوت. زيارة الوفد الإسرائيلي الخاطفة إلى القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية ومسؤولين آخرين في الجيش المصري لم تأتي لولا ضغوط من الإدارة الأمريكية للتوصل إلى صفقة بشأن الرهان وبحث الترتيبات الأمنية لمحور فيلادلفيا مع الجانب المصري. لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن فريق التفاوض قوله إن شروط نتنياهو تعجيزية على ما يبدو فيما يتعلق بمحور نتساريم كونه يخالف عرضا وافقت عليه إسرائيل سابقا وبالتالي ستجهد صفقة التبادل المنشودة الأمر الذي يشكل غضبا على نتنياهو من قبل عائلة الرهائن والمحتجزين ما يقوض فرص نجاح المفاوضات في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة ومدى قدرة التفاوض على احتواء التصعيد في مختلف الجبهات في ظل ترقب رد إيراني انتقامي على عمليات الاغتيال الإسرائيلية. وخلافا لتصريحات البيت الأبيض بأن خطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي يتوسع بتوسع الحرب ليس حتميا فإن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون يؤكد في تصريحات له على رد انتقامي من إيران أكثر تأثيرا من هجومها الصاروخي السابق في أبريل الماضي ما يؤكد أن شكل الهجوم الإيراني المرتقب سيحدد مدى انخراط واشنطن في حرب مفتوحة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة وأخرى ستتجه قريبا إلى البحر المتوسط عبر البحر الأحمر. للنقاش معنا من القاهرة نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء أحمد كامل إبراهيم ومن تل أبيب ينضم إلينا عضو الكنيسة الإسرائيلي السابق الدكتور يوسي يونا. أهلا بكم ضيوفي على المشهد الليلة وربما سأبدأ معك دكتور يوسي. يعني اليوم هناك خلافات كبيرة ما بين فريق التفاوض الإسرائيلي ونتنياهو. فريق التفاوض يتهم نتنياهو بعرقلة أي مسألة مفاوضات أو صفقة مع الجانب المصري بخصوص محور فيلادلفيا. كيف يمكن قراءة هذه الخلافات؟ طبعا هذه الخلافات ما زالت موجودة لفترة طويلة وكيف ما نعلم أنه خبراء إسرائيلية خبراء الشباك والموساد أعلنوا بأنه أنا الأوان أنه نصل إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وكيف اتهموا يعني أي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أنه نتنياهو يضع شروط جديدة التي تعرقل إمكانية التواصل إلى صفقة التبادل للأسف الشديد. ودعني أقول أنه إذا هناك يعني أهداف طبعا الأهداف أهداف يعني حربية ضد حركة حماس ليس هناك كأنه مبرر بأنه لا يكون تكون هناك صفقة تبادل لأنه في المستقبل أنه ليس هناك دعني أقول سلام بين حركة حماس أو إسرائيل وإذا في هناك مبرر لمواصلة الحرب سيكون الحرب بعد أن تتم صفقة التبادل ولا نرى في عدد كبير في الجمهور الإسرائيلي كيف ما أعلنت طبعا خبراء عسكريين وأهل الرهائن بأنه يدعو أنه أنا الأوان أنه هذا الشيء هذا الأمر يحدث معناها أنه يتم صفقة تبادل محتجزين إسرائيليين مقابل إسرائيل الموجودين في إسرائيل في السجون الإسرائيلية. طيب وضحت الصورة سأذهب إلى السيد أحمد كامل. سعادة اللواء يعني في ظل كل المعطيات الأخيرة اليوم من اغتيال إسماعيل هنية إلى التطورات في بين إسرائيل وحزب الله إلى مسألة الخلافات ما بين فريق التفاوض ونتنياهو ما هي فرص أن يكون هناك صفقة أو عودة المفاوضات بين جانبين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك. أعتقد أن الصفقة في الوقت الحالي
تعتبر مؤجلة أو أي محادثات لن تؤدي إلى نتائج، إنه كل مترقب ما سيتم توجيه الضربة سواء من إيران وحلفائها في المنطقة إلى إسرائيل، وأسلوب الرد الإسرائيلي على هذه الضربة، وبالتالي كله في انتظار نتائج هذه الضربة والضربة المضادة. وبالتالي من هنا المفاوض الحمساوي يبتدي يتفاوض ويبتدي يجلس على طاولة مفاوضات بناء على نتائج هذه الضربات، سواء الضربات الموجهة لإسرائيل والضربة المضادة المنتظر قيام إسرائيل بالرد على الرد الإيراني وعلى حلفائها في المنطقة. فالعملية مؤجلة، وأنا بعتقد زي ما قال ضيفك أن نتنياهو هو الذي يملك بيده عملية إتمام الصفقة أو إتمام المفاوضات، ورغم الضغط الأمريكي والرئيس الأمريكي بالأمس على نتنياهو للمضي في هذه الصفقة، لولا أن نتنياهو نزل على رغبة الجانب الأمريكي وبعت الوفد التفاوضي من رئيس الشباك والموساد. ما الذي يبحث عنه فريق التفاوض سيادة اللواء في خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة؟ هل لربما الحديث فقط عن محور نتسارين فيلادلفيا، أم لربما قد تدخل مصر كوسيط لعدم يعني تصعيد الحرب ما بين إيران وإسرائيل في المنطقة إلى حرب شاملة؟ أعتقد مصر دورها مهم جدا في هذه المرحلة، خاصة مع الجانب الفلسطيني لعملية الوصول إلى تهدئة والوصول إلى اتفاق، وبالتالي ممكن هذا الاتفاق في المستقبل يؤدي إلى اللي هو تهدئة الساحات، خاصة الساحة اللبنانية. وفي تصريح لوزير الخارجية مصر اليوم بيؤكد فيه أن مصر بتدعم لبنان ووقفها جنب لبنان ضد أي تهديد بالنسبة للجانب الإسرائيلي. مصر في هذه المحادثات أعتقد بخلاف ما تردده وسائل الإعلام الإسرائيلية الخاصة بمحادثات الخاصة بمحور فيلادلفيا أو معبر كرم أو معبر رفح، أعتقد أن موقف مصر واضح جدا من هذه المسألة، هو عدم تواجد إسرائيل على محور فيلادلفيا وما يسمى بمحور صلاح الدين، ومعبر رفح لابد أن يتم إدارته من خلال سلطة فلسطينية متفق عليها بإشراف الاتحاد الأوروبي، وممكن يتم مراقبته من الجانب الإسرائيلي. طيب سأذهب إلى الدكتور يوسي. دكتور يوسي، تصريحات سابقة لمصر قالت إن تواجد إسرائيل في محور فيلادلفيا يهدد صفقة السلام واتفاقية السلام بين البلدين ويضعها يعني على حافة الانهيار، ويأتي ذلك في ظل أيضا هناك انتقادات كبيرة اليوم وضغوط كبيرة على نتنياهو من الداخل الإسرائيلي لإتمام هذه الصفقة. إلى أين سيستمر نتنياهو في هذا التعنت؟ طلع يعني بالنسبة للموقف المصري طبعا له مبرر، وبنفس الوقت أقول أنه في كأنه نوع من المبرر للموقف الإسرائيلي، أنه خشية أنه المعبر يستعمل على حركة حماس في المستقبل. حسب رأيي أن في هناك إمكانية أن نصل إلى تسوية ما بين مصر وبين إسرائيل بالنسبة لهذا الموضوع، هذا شيء واحد. وبالنسبة لنتنياهو طلع في سببين، أنه نتنياهو يمكن أنه لا يريد يصل إلى 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 صفقة تبادل الأسرى والمختطفين في قطاع غزة. السبب الأول في هناك يعني الرؤية، خلينا نقول عسكرية أمنية، بتقول أنه مواصلة الحرب تجعل حركة حماس تكون أكثر مرونة. هذا هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه كيف ما نعلم أن الحكومة الإسرائيلية مؤلفة من أحزاب متطرفة شركاء للحكومة الائتلافية لنتنياهو، وهم يعني إطلاقا يعارضوا أي صفقة بالنسبة لصفقة يعني تبادل الأسرى، وهم يعلنوا بأنه نتنياهو يتواجه أو يتقدم في هذا النحو
هم يهددوه بأنه يتركوا حكومته لما يؤدي إلى تفكيك حكومة نتنياهو. معناها أنه في هناك اعتبارات طبعاً، واعتبار مركز نتنياهو هو صراع البقاء. البقاء معناها صراع البقاء السلطة، وهذه السببين. أي السبب كأنه عسكري بأنه دكتور يوزي إذا بتسمح لي على المقاطعة، إذا بتسمح لي، بعض التقارير تحدثت على أن أحد أهم الأسباب التي تجعل نتنياهو اليوم يماطل في إتمام هذه الصفقة ويقوم لربما بسلسلة الاغتيالات الأخيرة هو أن تمتد الحرب لأكبر وقت ممكن إلى حين وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى الحكم. هل يراهن نتنياهو فعلا على هذا المبدأ؟ في مجال أنه يراهن، لكن كيف ما قلت طبعاً في هناك يعني هذا السبب، خلينا نقول ملموس، أنه في هناك موقف لخليه وزراء وأحزاب في حكومة نتنياهو التي قالت يعني بشكل علني علني نحن نعارض أي سبب تبادل، وإذا هذا سيحدث نحن نترك الحكومة مما يؤدي إلى تفكيك حكومة نتنياهو. هذا كأنه خلينا نقول التهديد هو تهديد، مش يعني كأنه غير مباشر ومخافي، لا هو يعني تهديد ملموس علني من قبل هؤلاء الأحزاب. نتنياهو بشكل ما إذا خلينا نقول افتراضيا أنه مستعد أن يتقدم إلى الأمام خشية أنه هذه الأحزاب تتركه وتترك حكومته مما يؤدي إلى تفكيك حكومته، هو كأنه يبقى صامت في هذا الموقف بأنه يجيب عن أن الحرب تستمر لحد نحقق أهدافنا. وما هي أهدافنا؟ من قبل نتنياهو استئصال حركة حماس، وعلى الأقل على الأقل تقليل قوتها العسكرية في قطاع غزة، ورد قوة الردع الإسرائيلي اتجاه حركة حماس أو دول مجاورة عدوية لإسرائيل. طيب وضحت الصورة. سأعود إلى سيادة اللواء أحمد، يعني قبل قليل وردنا هذا الخبر العاجل، حماس تستعد لتعيين رئيس جديد للحركة. نريد أن نتساءل اليوم كيف سينعكس ذلك على طبيعة استكمال المفاوضات، ونريد أن نستمع أيضا لتعليقك على ما تفضل به الدكتور يوسي حول يعني ما يقوم به اليوم نتنياهو وأعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة بشأن هذه الصفقة أو التوصل إلى صفقة مع مصر. بالنسبة لما يتولى الجناح السياسي لحماس، أعتقد أنه هو المؤهل لهذا الموضوع واحد من اثنين، يا خالد مشعل وهو سبق أن تولى هذه قيادة الجبهة السياسية الحركة السياسية لحماس، أو موسى أبو مرزوق برضو هو تولى هذه الحركة قبل خالد مشعل، وهم مؤهلين لهذا الموضوع. والجانب الفلسطيني والحمساوي هو اللي هيختار ما يمكن يتولى هذا المنصب بعد إسماعيل هنيه. بالنسبة للمحادثات ونتنياهو، نتنياهو لا يريد السلام، نتنياهو لا يريد الاستمرار في عملية الحرب، نتنياهو يريد التفاوض وليس الوصول إلى اتفاق، هو يستمر في التفاوض. ومن وجهة نظره زي ما قال ضيف حضرتك إن هو في اعتقاده إن هو بالضغط العسكري والعمليات العسكرية والاغتيالات اللي تمها اللي بينفذها ضد قيادات حماس سواء محمد الضيف ورافع سلامة في منطقة النصيرات في ومنطقة المراسي خان يونس، دي قد بيتم هذه الاغتيالات وابتدى يخش على المستوى الأول والثاني من قيادات حماس في المنطقة، وهو بمزيد من الضغط ومزيد من العمليات العسكرية من وجهة نظره يعني يفتكر أو يعتقد أن بالتالي يتم الضغط على المفاوض الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق يرضي الجانب الإسرائيلي ويحقق سيادة اللواء. اليوم هل تعتقد أن سياسة نتنياهو الذي يتبعها سواء بسلسلة الاغتيالات هذه وبالتصعيد العسكري سواء في لبنان أو في غزة، هل
يريد نتنياهو أن يقود المنطقة إلى حرب شاملة تنخرط فيها بشكل مباشر الولايات المتحدة؟ هو إسرائيل بيعتمد، دولة إسرائيل بتعتمد على حليف قوي يوفر لها الأمن والحماية، وأعتقد أنه لقى الملاذ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بتوفر له الحماية سواء السياسية والحماية العسكرية، وبالإضافة إلى جزء من بعض الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا، وهي بتوفر لإسرائيل الحماية ضد التهديدات. ونلاقي هذا التحرك العسكري الأمريكي الواسع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة للقواعد العسكرية الأمريكية اللي موجودة في المنطقة، وهذا الحشد الكبير من هذه القوات اللي بلغ عدده أكثر من 45 ألف جندي أمريكي و12 قطعة بحرية أمريكية حاليا موجودة في المنطقة، بالإضافة إلى 4000 جندي أمريكي جديد ابتدوا يخشوا لمنطقة الشرق الأوسط، ده بيمثل نوع من الحماية للجانب الإسرائيلي. وأعتقد أن نتنياهو في بداية الحرب بعد 7 أكتوبر أن إسرائيل هتغير منطقة الشرق الأوسط، نتنياهو مستمر في عملية العدوان، وأعتقد أنها فرصة لإسرائيل لاستعادة الرضع ضد حزب الله في جنوب لبنان، وعندها القدرة لإزاحة قوات حزب الله إلى منطقة تصل إلى من 10 إلى 15 كيلومتر شمال الحدود الإسرائيلية. وفي نفس الوقت إسرائيل بناء على الضربة الإيرانية هتبتدي هيكون لها فرصة متاحة هي والولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وأعتقد أن في هذا هيبقى في نوع من الإشعال للحرب في والتصعيد في المنطقة. ونتمنى أن عملية الرد والرد المضاد يكون في نوع من التوازن، حتى في نوع من توازن الردع المتبادل بين إيران وحلفائها في المنطقة، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، بالإضافة إلى قيام إسرائيل برضو بعملية الرابع الرضع. طيب. لازم يكون في ضغط من الولايات المتحدة وضحت لعدم يعني إشعال وضحت المنطقة. الصورة سيادة اللواء، بقي مع دقيقة ونصف سأذهب فيها إلى الدكتور يوسي لأستمع إلى تعليقك، وأيضا سريعا دكتور يوسي، إلى أي مدى تعتقد بأن نتنياهو اليوم يجازف بأمن إسرائيل وبسمعة إسرائيل في المجتمع الدولي في كل هذه التصرفات وهذا التصعيد من الحكومة؟ نقطتين. النقطة الأولى، أنا موافق مع زميلي من مصر بأنه ليس نتنياهو ليس معني مهتم يعني أن تكون هناك حرب شاملة، يريد أن طبعا استعادة رد قوة الردع، هذا شيء واضح، ويريد أنه وحتى إذا يريد خلينا نقول افتراضيا أنه تستمر الحرب، يعني حرب خلينا نقول محددة الحجم لكن ليس حرب شاملة، هذا حسب رأيي، هذا إشي واضح. وبالنسبة لسؤالك الثاني حضرتك، دعني أقول أنه نتنياهو حاليا مهتم أكثر إشي أنه بقاء صراع البقاء، معناها أنه يستمر سيكون رئيس حكومة إسرائيل، ولهذا يعني هو يتجاهل سمعة إسرائيل والتدهور اللي حدث في سمعة إسرائيل للأسف الشديد. واضح. شكرا لكما ضيفي من تل أبيب، عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق الدكتور يوسي يونا، وكذلك الشكر موصول إلى نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل.